بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكرت في مواضع عدة من القرآن بتفاصيل مختلفة في كل منها فوائد عظيمة وهذا مما يتميز به قصص القرآن العظيم رغم تكرر القصة بمعنى واحد إلا أن في كل سياق منها تفاصيل من المواقف والأحوال الإيمانية وصفات بيان صفات الناس وأحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الكفر وكيد أهل الكفر وبيان ما يواجه به أهل الإيمان أهل الكفر ما ليس في المواضع الأخرى فهذا من وجوه الإعجاز بلا شك في القصص القرآني العظيم والله سبحانه وتعالى
ذكر نفس المعاني بألفاظ مختلفة، وكل منها يدل على تفاصيل ومعان ذات أهمية في حياة المسلم، في إيمانه وتربيته وفي دعوته إلى الله، وفي بيان حقيقة مبادئ الطائفة المؤمنة التي تنشأ عليها. بعد أن ذكر الله في سورة الصفات شأن نوح عليه السلام، وأن الله عز وجل نصره على قومه ونجاه أهله من الكرب العظيم وجعل ذريته هم الباقين وأغرق من بقي من قومه الكافرين، قال سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال ابن كثير: وإن من شيعته لإبراهيم، يقول من أهل دينه، وقال مجاهد: على منهاجه وسنته. وذلك أن الشيعة هم الذين يناصرون الإنسان ويكونون على نفس طريقته، كما قال سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فجعل بني إسرائيل شيعة واحدة، فكل من تشايعوا وتعاونوا وتعاضدوا على أمر واحد وكانوا على منهج واحد فهم شيعة، يتشايعون يتعاونون فيما بينهم. وأصل لفظ الشيعة كالفرقة المنحرفة زعموا أنهم شيعة علي رضي الله تعالى عنه، وكان يسمى من كان مع علي شيعة علي يوم الجمل ونحو ذلك، ويوم صفين كانوا من شيعته، يعني من كان ممن كان على طريقته، ممن كان يناصره. ثم تحول هذا اللفظ إلى علامة أو إلى عنوان للفرقة المبتدعة الضالة التي غلت في علي حتى سبت الصحابة رضي الله عنهم، وإن تفاوتت درجات انحرافهم عن المنهج. المقصود هنا أن الله عز وجل ذكر أن من شيعة نوح إبراهيم عليه السلام، وكما سمعنا من كلام مجاهد وكلام أنه قال على منهجه وسنته، وقال ابن عباس عنه من أهل دينه. هذا المعنى في الحقيقة من أهم المعاني التي لابد أن ننتبه لها في مسيرة هذه الأمة، مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. أمة الإسلام أمة ضاربة بجذورها في التاريخ البشري كله منذ بدايته، هذا الشعور، وهو أن الأمة الإسلامية أمة واحدة دينها واحد، وهي وارثة جميع الأنبياء، فنحن من شيعة إبراهيم، ونحن من شيعة نوح، ونحن من شيعة آدم، كما أننا من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم على منهاجه وسنته على دينه، كما قال عز وجل في هذه الآية الكريمة، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا الشعور بأن تاريخ الأمة ليس مرتبطا بأي ملة أخرى، ليس مرتبطا بالفراعنة مثلا لدى المصريين، ولا مرتبطا بالعرب المشركين لدى أهل الجزيرة العربية، ولا مرتبطا بالسامريين مثلا، ولا بالحضارة الفينيقية مثلا في الشام، ولا بالحورانية في العراق، ولا بالفارسية في بلاد ما وراء النهر، وإنما تاريخنا هو تاريخ أمة التوحيد والإيمان بلا إله إلا الله، واتباع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عبر حدود الزمان والمكان. ولذلك هذا المعنى من أهم المعاني التي تجعل هذه الأمة أمة عالمية، ليست مرتبطة بقوم معينين، ليست مرتبطة بالقومية العربية، وإن كان القرآن قد نزل بالعربية، إبراهيم لم يتكلم العربية ونحن من شيعته، وموسى تكلم العبرانية ونحن من شيعته، وعيسى تكلم السريانية أو تكلم العبرانية أيضا ونحن من شيعته،
والانبياء جميعا شيعة واحدة كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وهذا المعنى من أهم معاني الولاء الذي لا بد أن يحصله المسلم رغم تباعد الزمان والمكان مع من سبقه من أمم أهل الإسلام أو في الحقيقة من أجزاء هذه الأمة الواحدة. وهو كما يتحقق عبر حدود الزمان يتحقق عبر حدود المكان، لا يقف في وجه تحقيق هذا المعنى الإيماني حدود الزمان ولا حدود المكان. لذلك أمتنا أمة واحدة في الشرق وفي الغرب، في مصر وفي الحجاز وفي نجد وفي بلاد ما وراء النهر، في أفغانستان والشيشان والصومال وفي أفريقيا وفي الهند وفي باكستان وفي كل مكان، أمة واحدة عبر الزمان وعبر المكان. هذا المعنى الذي يقلق الأعداء ويحاولون فصل الأمة عن بعضها زمانا ومكانا، وهي تربية طويلة المدى يحاولون اجتثاث هذه الإشارات المستقرة، الإشارات التي أشار إليها القرآن استقرت في نفوس المؤمنين يحاولون نزعها، حين جعلوا مثلا للترك تاريخ الترك وللمصريين تاريخ الفراعنة وللفرس للإيرانيين تاريخ الفرس، حتى أحيا بعض يعني أعوانهم من العلمانيين في أزمنة ماضية أذله الله بعدها أعظم الذل، أحيا العيد 2000 أظن لإمبراطورية فارس، كأنه يريد أن يتخطى حقبة الإسلام. الإمبراطور رضا بهلوي قبل سقوط يعني دولته الذريع وذله وهوانه في العالم كان يحتفل بجلوسه على عرش الطاووس بعد 2000 عام، بعد كأنه يتخطى حقبة الإسلام والعياذ بالله. فأذله الله سبحانه وتعالى كما يذل كل من حاول أن يتخطى ذلك. عملاء الغرب أيضا تكلموا بذلك، قال قائلهم إذا تعرضت فرعونيتنا مع الإسلام فنحن نقدم الفرعونية والعياذ بالله، الذي سموه عميد الأدب العربي يقدم الفرعونية على الإسلام ويرى أنها الأسبق جذورا، وأن ويحاولون بث في أن يعني هذا الأمر في نفوس الأبناء أن أمتهم هم هي من بنوا الأهرام وأبي الهول، من بنوا يعني هذه المعابد الوثنية. انظر إلى تاريخ أجدادك، والله ليسوا لنا بأجداد حتى ولو كنا من نسلهم، كما قال سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح. فنقول من أشرك بالله يكونون من أهلنا؟ ليسوا من أهلنا، لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن أن يفتخروا بآبائهم أو ما يفتخروا من هم من جثي جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجولان. أظن أني خالفت لفظ الحديث. فمن من يفتخر بمن هم من جثي جهنم ممن يجثو غدا في جهنم أهون على الله من الخنافس والجعارين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا الشعور وإن من شيعته لإبراهيم، رغم أن بين نوح وإبراهيم ما بينهما من السنوات المتطاولة، ونوح عليه السلام أول رسول على الأرض قريب من آدم 10 أجيال 10 قرون بين نوح وبين آدم، وإبراهيم عليه السلام متأخر بالنسبة إلى يعني هذا الزمن، لأن هو زمن إبراهيم عليه السلام قريب من زمن الفراعنة، أو هو مدرك لزمن الفراعنة وهو تاريخ مسجل، يعني أن يوسف عليه السلام كان في زمن الفراعنة يعني، ويوسف حفيد ابن حفيد إبراهيم، أو فالزمن قريب. و يعني يوسف عليه السلام هو الذي جاء ببني إسرائيل إلى مصر، فالتاريخ المسجل يعني نحو 5000 عام أو أقل أو أكثر، الله عز وجل أعلم. نوح عليه السلام في أول البشرية، فكل هذا الحاجز الزمني الطويل لم يمنع من وجود هذه الرابطة الإيمانية عظيمة الأهمية، الشعور بالوحدة رغم الزمان والمكان. وهذا شعور بالجسد الواحد لهذه الأمة يجعل الإنسان يهون عليه
ما يحصل له من غربة بسبب التزامه بهذا الدين، وهو يعلم أن هناك حتى لم يكن في الأرض غيره، فهو لا يقع بفضل الله، بل لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، لكن ربما يكون في مكان لا يجد الدين كما يقوله الكفرة والزنادقة الذين يزعمون أن إخنتون أول من عرف التوحيد، وهذا والله من الكفر، لأنه يتهم الأنبياء السابقين بأنهم كانوا على الشرك والعياذ بالله. وكيف يكون إخنتون موحدا وهو رجل يعبد الشمس؟ ولو جعلها هي الإله الواحد فإن ذلك ليس توحيدا بل هو شرك. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى بها هؤلاء القوم. لكن نقول أن قضية وحدة الأمة عبر الزمان والمكان قضية ذات أهمية في إحساس المسلم وفي التزامه بهذا الدين مهما كانت النتائج، وفي شعوره بوحدة أمته حتى يألم لآلامها ويفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويشعر أن قضاياها هي قضاياه في كل مكان وفي كل زمان. أيضا يحاولون، لو قرأت التاريخ لا وجدت من يحاول أن يبث في نفوس الناس أن بني إسرائيل كانوا ظالمين حين دخلوا مصر، وأن طردهم من مصر كان حقا للمصريين لأنهم أجانب وأغراب. تجد من يكتب بهذه الطريقة الكافرة والعياذ بالله. هذا الكلام الذي يجعل موسى صلى الله عليه وسلم مستحقا بالفعل لما كان يريد فرعون أن يفعله به، وأن طرد بني إسرائيل الحقيقة أن بني إسرائيل خرجوا من مصر مختارين بإنجاء الله لهم، وسيطروا على مصر مدة من الزمن حتى ولو كانوا في جزء من أجزائها كسيناء مثلا، لكنهم كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فنقول هذا الشعور وهو أننا ننتمي لموسى ولا ننتمي لفرعون، ونفرح لانتصار موسى ونشكر الله على ذلك، ونحزن لما حل بالمظلومين من بني إسرائيل، ونألم لهم لما كانوا يذبحون على أيدي فرعون، ونفرح بغرق فرعون ونحمد الله عليه ونشكر، نصوم هذا اليوم شكرا لله وهو يوم عاشوراء على هلاك فرعون وإن كان مصريا. ولذلك القضية عظيمة الأهمية، قضية شعور المؤمن بالانتماء لأمة الإسلام، وهذا كما ذكرت أعداء الإسلام مرعوبون منه. لذلك تجد أن كل أنواع النزاعات التي تقع في العالم حين يوجد فيها كما يسمونهم أجانب تجد قلقا بالغا، تجد أن العقوبة تكون مضاعفة، أما من يكون من أهل البلد فهو ينال نصيبه من العقوبة طبعا إذا كان يعني يحارب من أجل الإسلام ويحاول مقاومة أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين، لكن إن كان من الأجانب أي من غير أهل البلد كان ذلك أمرا مزعجا عظيم الإزعاج لأعداء الإسلام، يريدون بتره ويعني اجتفاثه من الأمة. قرأت منذ يومين أو ثلاثة خبرا يعني استغربت له، وهو أنه تم تسليم أحد من كان مشاركا في حرب البوسنة التي مضى عليها نحو 15 عاما، أكثر 16 عاما أو نحو وأكثر، لأنه كان مطلوبا. سبحان الله، تم تسليمه ولم تنسى جريمته، عربي لكن شارك في محاولة المقاومة التي وقعت في أيام البوسنة عندما كان الصرب يبيدون المسلمين عن بكرة أبيهم وينتهكون حرماتهم، وانتفض عشرات لا تجاوز العدد من ذلك من المسلمين ومن العرب وغيرهم، كل المئات إن شئت لا يزيد على ذلك، محاولين يعني الدفاع عن المسلمين هناك، وإن لم يكن بينهم وبينهم رابطة القومية. ولم ينسى أعداء الإسلام مثل هذا الإجرام في حقهم والإرهاب، ونسأل الله العافية. فيعلنون أنه وقع في قبضتهم من كان مشاركا بعد هذه السنين الطويلة. سبحان الله، محاولة فصل الأمة عن تاريخها وعن واقعها، تاريخ
تاريخيا وجغرافيا لكي تمزق التمزق الذي لا تقوم بعده. القرآن يشعرنا بمعنى الوحدة من خلال هذه الآية الكريمة: وإن من شيعته لإبراهيم. تجد فعلا معنى عظيم الأهمية عندما نسمع إذن من يقول فلسطين للفلسطينيين فليحلوا قضيتهم، لا دخل لنا بتلك القضايا. أعرف أحد الإخوة المشايخ الأفاضل كان في صلاة القيام يدعو للمسلمين في الشيشان، هاج عليه رجل من يصلي معه يقول له احنا مالنا ومال الشيشان، احنا مالنا ومال الأفغانستان، تدعو لهم ليه؟ احنا عايزين نصلي هنا، احنا جايين نصلي. ونسأل الله العفو والعافية، أنا أعرف ذلك، وهو يعني لأنه تشبع تربى على الانفصال بين أجزاء الأمة، وأنه هو ما لا دخل له بأمته، نسأل الله العافية. بلاء عظيم وضرر بالغ حصل لأمة الإسلام، ده في الحقيقة مش ثمرت يعني مش ثمرت جيل واحد، ده من أيام الاحتلال الإنجليزي وهذه المبادئ، وقبل الاحتلال الإنجليزي وأيام الاحتلال الفرنسي لغيرها من البلاد، هذه مبادئ تبث في الأمة وتنشأ لها الجمعيات. أنا أسمع بالأمس عجبا حوارا على إذاعة البي بي سي، كل الحوار كله دعوا الدين جانبا، بيقولوا كده تصريحا دعوا الدين جانبا، نريد مسائل قالوا المواطنة والقومية والوطنية هي التي تربط بين أفراد المجتمع. ومن يتكلم بلسان المسلمين، لسانه لسان مصري وعربي مبثوث في كل الأجزاء الوطن العربي، يأتون بهم لا أدري من أين، والمذيع موجه توجيه مباشر للكلام في دعوة الدين جانبا، والرجل اسمه مسلم أيضا المذيع، والمتكلمون كلهم يتكلمون كما ذكرت بلسان مصري ولسان سعودي ولسان ليسوا مفبركين، يتكلمون بمثل هذه الكلمات الفظيعة التي تنم عن أن الدين لا يصلح أن يكون هو الرابطة التي تربط بين أفراد المجتمع، وأنه لا بد أن ينحى جانبا لا دخل. وتعظيم لك الكلمة العظيمة اللي تربنا عليها الدين لله والوطن للجميع، اللي احنا مش لاقينها دلوقتي، وانتوا لاقين الا الخراب والدمار والعياذ بالله بسبب ما جنت ايديكم. ويعني اعداء الاسلام، من الذي رفع شعار الحروب الصليبيه ضد اهل الاسلام؟ وهل قوميتهم المتعدده المختلفه منعتهم من ان يجتمعوا ضد اهل الاسلام؟ من الذي رفعها في الماضي ومن الذي رفعها في الحاضر؟ اليس الرئيس الامريكي هو الذي قال ان هذه خاتمه الحروب الصليبيه عندما قاتل في أفغانستان وفي العراق، وفي كل مرة يشير إلى أنها حرب صليبية؟ عجب والله، هم يتحدون تحت الشعارات القديمة الكفرية والعياذ بالله، ويمنعون أهل الإسلام ويقولون فليحلوا قضيتهم. طبعا أهل فلسطين لما يحلوا قضيتهم لوحدهم هيعملوا إيه؟ هي القدس دي هتبقى تتعامل فيها إيه طبعا في وسط هؤلاء الضعفاء العجزة الذين لا يستطيعون شيئا ولا يقدرون على مواجهة هذا، إلا إذا كان هؤلاء المليار مسلم من ورائهم يمكن أن يكونوا لا أن يكون لهم كلمة وشأن. لكن القضية قضية عظيمة الخطر والله، ومن يتتبع محاولات الدائبة لتمزيق وحدة الأمة على أساس الإسلام وعلى أساس الدين كما ذكرت عبر الزمن وعبر المكان، تاريخ بيدرس ليبث في الناس الانفصال عن أمتهم ويحقق الولاء للوطنيات والقوميات على كفرها والعياذ بالله التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وقال ألا كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فعصبية الجاهلية تحت الأقدام موضوعة. فلكن أنا اقرأ تاريخ أي في تاريخ الذي يدرس للأولاد في المرحلة الإعدادية والثانوية وتفخيم الفراعنة ثم الرومان واليونان، عجب والله. حتى الرومان واليونان اللي هم محتلين في الحقيقة ما بيتقالش عنهم محتلين، بيتقالوا ده جزء من تراثنا، لان الاسكندر هو بني الاسكندريه. اقعد بقى اجيب في فضائل الاسكندر المقدوني دون ان يعني، لكن لما يجي يذكر بني اسرائيل يتقال ان ده كان ايه؟ كان غزو وكان احتلال ونحو ذلك، اشياء عجيبه الشأن، نسال الله العافيه. وطبعا الاخرون يريدون ايضا ان يدرس التاريخ القبطي، وهو وقد وقع ذلك، والابناء الان يدرسون التاريخ القبطي على انه جزء من تراث الأمة، ويعني دلالة على وحدة عنصريها كما يقولون. وكل هذا في الحقيقة ينابذ ما جاء به الإسلام بلا شك.
وهو أن الأمة الإسلامية أمة واحدة عبر الزمان والمكان. هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أن إبراهيم من شيعة نوح تؤكد على هذا المعنى، وأنه على دينه وعلى منهاجه وسنته، وتؤكد لكل المسلمين أنهم من شيعة نوح ومن شيعة إبراهيم ومن شيعة موسى وعيسى ومن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شيعة جميع الأنبياء على منهاجهم على سنتهم على دينهم. قال سبحانه وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وروى ابن أبي حاتم عن أبي أسامة عن عوف: قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعانا. معاني كلها صحيحة ومتلازمة في الحقيقة. أما شهادة أن لا إله إلا الله قول ابن عباس فهو قول الحسن، سليم من الشرك، سليم من الشرك. وأما قول ابن سيرين: يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، لوازم عقيدة التوحيد من الإيمان باليوم الآخر. وهذا إشارة إلى سائر العقائد اللازمة التي يلزم المؤمن أن يعتقدها. فالقلب السليم الذي امتلأ بمعاني الإيمان وحقائق الإيمان من التوحيد والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكل ذلك متلازم لسلامة القلب. وأما قول عروة: لا يكون لعانا، فهذا لسلامته من الحقد والحسد، وهو في الحقيقة من كمال التوحيد، لأن من استغنى بالله عز وجل ربا وإلها زال من قلبه الضغائن والأحقاد على الخلق، إلا ما كان في الله عز وجل من بغض فيه سبحانه وتعالى ولأجله، ولم يعد هناك ما يقتضي أن ينتصر لنفسه بلعن الآخرين وسبهم والطعن فيهم. فإن كثرة اللعان إنما تدل، كثرة اللعن تدل على ولود أمراض في القلب، على ولود أمراض الحسد والكبر والعجب بالنفس، حين يجد غيره قد نال ما لا يريد له أن ينال، إذا به يبدأ في الطعن واللعن والسب والشتم ليشفي ما في قلبه من الغل. والمؤمن سليم القلب سليم اللسان كذلك. سلامة اللسان في الحقيقة لا يمكن تحصيلها إلا بسلامة القلب. عفة اللسان لأن لا يكون لعانا من لوازم أن يكون سليم القلب، ناصح للخليقة والبشرية، يريد الخير للخلق، يحب لهم أن يهتدوا إلى طريق الإسلام والإيمان. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان هذا يعني حال إبراهيم عليه السلام، انظر إليه وهو، أو تأمل في قصته وهو يقول إن فيها لوطا، عن قوم لوط، كما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لسلامة القلب، إنما ولدت هذه الصفات لسلامة القلب. ولذلك كلام السلف في التفسير إذا جمعته اتضح لك من أنواع الأحوال الإيمانية ما ينبغي أن تنظر في نفسك فيه، هل ولد أم لا. وإلا فكم من الناس تعرف أحوال قلوبهم إذا كنت ذا بصيرة في القلوب من كلمات ألسنتهم ومن أفعالهم ومن حالهم في الغضب والحلم يعني كثرة الدعاء وقلته. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فمن تجده سريع الغضب، شديدا، عنيفا، غليظا، فظا، صخاما، اعلم أن هذا لا يحصل من قلب سليم. لو كان القلب سليم لا نعني بذلك أنه أشرك، لكن لا يلزم أنه قد حقق كمال التوحيد. لكن هذه خصال لابد من النظر فيها. فلا يكون لعانا، لا يكون لعانا. لماذا؟ لأنه
سلم قلبه لله عز وجل، أسلم قلبه لله سبحانه وتعالى، لم يعد فيه حظ للنفس، فكان مع الخلق بلا نفس، كما قالوا كن مع الخلق مع الحق بلا خلق، يعني أخلص لله حين تتعامل مع الحق سبحانه وتعالى، كن معه بلا خلق، لا تراعي الناس في معاملتك لله، لا ترائي ولا تسمع ولا تخف منهم ولا ترجوهم، اجعل علاقتك بالله لوجه الله عز وجل، وكن مع الخلق بلا نفس، يعني تنازل عن حقوقك، اعف واصفح، عامل الناس بالعفو والصفح والحلم، ولا تجعل لنفسك حظا في معاملتك لهم، إن أعطوك رضيت وإن منعوك سخط، لا تكون كذلك. فكما ذكرنا سلامة القلب باستغنائه بعبادة الله وحده لا شريك له، وشعوره بهذا الغنى تجعله يتعامل مع الناس يعني مقابلة الإساءة بالإحسان، لا يكون لعانا، لا يكون حاسدا، لا يكون حاقدا، لا يعني يكره نعم الله على خلقه، بل يحمد الله على نعمه على الأولين والآخرين، يحمد الله عز وجل حمدا حقيقيا، يفرح بنعمة الله إذا أنعم الله بها على أحد من الخلق، يشكر الله صباحا ومساء على نعمه على خلقه، فيقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وحديث حسنه بعضهم، وإن كان بعضهم قد ضعف، إلا أنه على الله عظيم المعنى، حمد الله على النعم على الخلق مما يجعل القلب سليما، ومما يذهب منه الحسد والحقد، فتشكر الله على نعمته على من ينافسك وتنافسه، تحمده على نعمته سبحانه وتعالى على من خالفك وعلى من يعني آذاك، لا تريد أن تزول نعمة الله سبحانه وتعالى، بل تحب أن يكثر إنعام الله على خلقه وهو العليم الحكيم، وتحمده سبحانه وتعالى على ذلك. قال إذ جاء ربه بقلب سليم، سلامة القلب أساسها التوحيد، ثم السلامة من البدع والشبهات، ثم السلامة من الشهوات المغوية، وذلك أن البدع أساسها أصلا أيضا أهواء، ولكن أهواء إبليسية وشيطانية من إرادة العلو وإرادة الفساد والشعور بالفوقية على الخلق، التكبر والحسد والغل، هذه أهواء أدت إلى ظهور البدع والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه، إذ جاء ربه بقلب سليم، حين جاء ربه بقلب سليم كان سليما في الدنيا، ويأتيه يوم القيامة سليما، وظهرت سلامة قلبه حين أبى الشرك ورفضه ودعا إلى التوحيد وقاوم الشرك الذي كان في قومه، بما ذكر الله عز وجل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أنكر عليهم، قال الأخلاق بن كثير، أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد، ولهذا قال أآلهة أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، قال قتادة يعني ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، أئفكا الإفك الباطل، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تصنعون إفكا، تصنعون باطلا زورا وكذبا، إفكا آلهة دون الله تريدون، يعني آلهة باطلة غير الله تريدون عبادتها، هذا قضية إن العبادة والتوحيد الإرادة، توحيد العبادة توحيد الإرادة. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فالإرادة والقصد هو أساس العبادة، ولذلك لابد أن يتوجه الإنسان بإرادته لله سبحانه وتعالى. في قوله عز وجل إذ قال لأبيه وقومه، البداية بدعوة الأقارب والأهل ودعوة
القوم الذين يعيش معهم، وأن رابطة القومية كما ذكرنا لا تعني حبا وودا ما لم يكن هناك إيمان وإسلام وإحسان، ما لم يكن هناك طاعة لله عز وجل، لكن هذه الرابطة تقتضي مزيد نصح واهتمام يعني اهتماما زائدا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية الأولى التي تشغل المسلم ماذا يعبد هؤلاء قبل أن يفكر ماذا يلبسون، ماذا يأكلون، كيف نظام حياتهم، يفكر ماذا تعبدون. وقضية العبادة هي القضية الأولى التي تشغل الداعي إلى الله عز وجل وتحتل المكان الأولى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ينكر عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويأمر بعبادة الله وحده، ينكر أن توجد آلهة فوكة مصطنعة مختلقة باطلة، أئفكا آلهة دون الله غير الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وهذا إشارة إلى دليل التوحيد وهو الربوبية للعالم، توحيد الربوبية دليل على وجوب عبادته وحده لا شريك له. كيف تظنون، ما ظنكم برب العالمين أنه يفعل بكم؟ وكذلك ظنهم الذي ذكر الله ظن الجاهلية عنهم حين ظنوا بالله ظن السوء، كل هذا من الظنون الباطلة. ظن المشركون أن الله سبحانه وتعالى إذا لقيهم وقد عبدوا غيره أنه يثيبهم على ذلك، وهذا من ظن السوء. وظنوا أنه سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وظنوا أنه له شركاء وأنه اتخذ أندادا واتخذ صاحبة واتخذ ولدا أو أولادا، وكل ذلك من ظنهم السوء برب العالمين، من ظنهم الباطل برب العالمين. قال فما ظنكم برب العالمين؟ الظن السيء، ظن السوء هو الذي أدى إلى الشرك. ولذلك قضية الإيمان والمعرفة بأسماء الله وصفاته وحقوقه على العباد هي أساس التوحيد، كما أن العقيدة الفاسدة وظن السوء هو الذي أدى إلى الشرك وهو الذي أدى إلى الهلاك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال ابن كثير رحمه الله إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، اقترب وقت خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها. فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه، على مقتضى ما يظنونه أن السقيم هو المريض، فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به، نظر نظرة في النجوم، نظر إلى السماء متفكرا، تفكر يعني نظر فيما يلهيهم به عن نفسه. فقال إني سقيم أي ضعيف. أما الحديث الذي رواه ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله تعالى، قوله تعالى قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. حديث أخرجه البخاري ومسلم. قال فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا. وهذا كلام من ابن كثير واضح في أن خطيئة إبراهيم عليه السلام في الحقيقة ليست من جنس خطايا الناس، كلام واضح.
فهو لم هو سمى هذه خطيئة، سمى التعريض خطيئة، ذلك أنه قال في العين فيذكر خطيئته التي أصاب، فيذكر ذنبه، يسميه ذنبا، وهو هذه هي الحديث، والحديث قد ذكر ذلك. فيقول أيضا في بعض طرق حديث الشفاعة إني كذبت 3 كذبات، ثنتين منهما في ذات الله. وهو كما يقول ابن كثير هذا الكلام أنه إنما ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا. وفي الحقيقة في هذا المقام، لأنه مقام خطير وهو مقام الشفاعة، يتراجع عن الشفاعة خوفا من أن يكون التعريض غير مناسب لهذا المقام الرفيع. ليس أنه كان ذنبا كذنوب الناس الآخرين، فإن قوله عن سارة إنه أخته نص عليه في التاريخ، حيث قال وأنت أختي في دين الله وليس في الأرض غيري مسلم غيري وغيرك، صرح بأن هذا تعريض وسماه كذبا هضما للنفس أو لأنه من بابه وقريب منه، ويسمى الكذب التعريض كذبا إذا لم يكن له سبب ومصلحة شرعية معتبرة. فمثل هذا كان في مصلحة شرعية معتبرة فلم يكن ذنبا من جنس ذنوب الناس، عده إبراهيم خطيئة وذنبا كما ذكرنا، لأن مقام الشفاعة يقتضي ما هو أعلى وأفضل. قال إنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من باب المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ضعف الشيخ الألباني. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام 3 التي قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، يعني يدافع ويمكر بهم من أجل دين الله عز وجل، إلا ما حل بها عن دين الله تعالى. فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم، وقال للملك حين أراد المرأة هي أختي، أي لكي لا يقتله، لأنه لو علم أنه زوجها لقتله، فتخلص إبراهيم من ذلك بأن قال هي أخته ليأخذوها، ثم يجعل الله لها فرجا ومخرجا من عنده سبحانه وتعالى. قال سفيان في قوله إني سقيم يعني طعين، كانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآلهتهم. وكذا قال العفير بن عباس رضي الله عنهما فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فقالوا له وهو في بيت آلهتهم أخرج، فقال إني مطعون، فتركوه مخافة الطاعون. وقال قتادة عن سعيد بن سيب رأى نجما طلع فقال إني سقيم، كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم، يعني بمعنى أنه دافع عن دينه وكابدهم في كبد في مشقة، فقال إني سقيم بسبب هذه المشقة، أو أن ذلك بمعنى أنه عرض من أجل دينه. وقيل وقال آخرون إني فقال إني سقيم بالنسبة إلى ما يستقبل، يعني مرض الموت، ما من أحد من البشر إلا سيموت، وما من موت إلا وقبله نوع من المرض في البدن. وقال آخرون وقيل أراد إني سقيم أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى. وقال الحسن البصري خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوا الخروج فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره وقال إني سقيم، وجعل ينظر في السماء، فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى فتولوا عنه مدبرين أي إلى عيدهم، فرأى إلى آلهتهم أي ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة وخفاء، راغ يعني أسرع واختفاء، فقال ألا تأكلون، وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما قربانا لتبرك لهم فيه. قال السدي دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم،
وإذا مستقبل باب الباهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب الباهو. وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدي الآلهة، وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة طعامنا أكلناه. فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون، فبالسخرية والاستهزاء، لأنه يعلم أن هؤلاء لا ينطقون ولا يأكلون، كانوا يستهزئ بهم لعلهم أن ينفوا، مش يعني لعلهم يعني ليثبت عدم قدرتهم حتى على نفي صفات النقص في أنهم لا يحتاجون إلى الأكل. ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. قال الفراء معناه مال عليهم ضربا باليمين، وقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم ضربا باليمين، وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى، ولهذا تركهم جذاذا فتاتا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله.